عليكم بنات كديني لبس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. البنات اليوم غنوريكم واحد الطريقه زوينه اللي بغات تحتفظ بالنعناع. كاين الناس اللي كيخسر ليهم واخا كيديروه في الثلاجه. كاين بزاف الطرق ديال تحفيظ النعناع، ولكن هذه الطريقه كتستعملها الوالده ديما ما كيخسرش ليها النعناع. الطريقه هي كالتالي، يعني ما كتغسلوش النعناع هكاك، كتقطعوه بالمقص ولا بالموس، كتحتفظوا به بحال كفشي سبيره وكتسدو عليه وكتخلوه في الثلاجه، ما تغسلوش وما تديروش في شي شيفون، حيت كاين الناس اللي كيستعملوا في الشيفون. هذيك الطريقه ما كتبقاش اكثر من سيمانه، صافي سيمانه كيبدا كيخسر. ولكن هذه الطريقه هذه بلا ما تغسلوه هكا ناشف كتقطعوه وتحتفظوا به كيبقى مده طويله، يعني حتى 10 ايام 12 ايام تقطعي هكا هذا راه ديجا محتفظين بيه دابا اكثر من 8 ايام. ها هو راه ما خسر ما والو، هذا باقي جديد كنصيدوه، ولكن هذا راه عندنا دابا اكثر من 8 ايام وهو باقي ما خسر ما والو، كيبقى على الطبيعه ديالو. بغيت نتقاسم معكم هاد الفيديو هذا باش تبقاو ديروا الطريقه للنعناع باش ما يخسرش ليكم. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. وشكرا للمتابعين ديالي، شكرا الناس اللي كتشجعني، كنقرا لي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف. كنتمنى ان شاء الله نزيدوا بهذه القناه القدام. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخليوا لي جيم لي كومونتير، اي استفسار مرحبا راه غادي نجاوبكم. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو ماجي. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه.